Recording in progress. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت خلصنا ستيب 1 بالامبلمنتيشن بتاعها، هنخش النهاردة ان شاء الله على ستيب 2. وستيب 2 هتتكلم عن 3 حاجات. هنا اتكلمنا عن اليوزر ومين والرول، صح؟ هنا هنتكلم في ستيب 2 عن ايه بقى بالظبط؟ عن البوست واللايك والكومنت. طبعا انت عارف انك انت دلوقتي لو دخلت على الفيسبوك بتقدر انك تكريت بوست، والبوست ده بيكون ليه لايك، ممكن تحط عليه لايك، والبوست برضو ممكن تحط عليه كومنت، صح ولا غلط؟ صح. إذن عندنا أول حاجة البوست. البوست هيكون فيه أو ليه الأي دي زي ما أنت عارف، وليه الكونتنت اللي هو التكست اللي ممكن تكتبه على البوست، هنسميه الكونتنت، تمام؟ وليه الإيميج، ممكن يكون ليه إيميج أو ممكن يكون ليه فيديو، تمام؟ هل في حاجة تانية؟ ما أعتقدش إن في حاجة تانية. الكونتنت أو الإيميج أو الفيديو. حلو أوي. ده البوست. تمام، نخش على اللايك. تمام؟ اللايك هيكون ليه أي دي. هل اللايك في حاجة غير الأي دي؟ هل اللايك ليه كلام؟ هل اللايك ليه حاجة؟ لأ، مش غير الأي دي. خلاص هنسيبه دلوقتي، ملوش غير الاي دي، يعني ما فيش لايك بينكتب عليه كلام، او في لايك مثلا بيحصل عليه ايمج، لا هو لايك. حلو. الكومنت هيكون ليه الاي دي، هيكون ليه التكست بتاعه، مش انت بتكتب تكست؟ ايوه. حلو، ليه ايه تاني؟ ممكن احط ايمج، مش ممكن تحط صورة في كومنت، وممكن أحط فيديو، صح ولا غلط؟ هل أنا بتكلم غلط؟ حد يقول لي بتكلم غلط. أنا بكتب الحاجات اللي أنا بشوفها في الفيسبوك، واحد يقول لي أنت إيه تجيب الحاجات دي منين؟ هقول له جايبها من الفيسبوك. الكومنت ممكن ليه أي دي، سيبك من الأي دي، ليه تكست، ممكن أكتب كومنت بتكست، وممكن أحط معاها إيميج، وممكن أحط معاها فيديو، ممكن أحط فيديو بس، ممكن أحط إيميج بس، ممكن أحط تكست بس. إذا دي الخصائص اللي موجودة في الكومنت. حلو، نركز مع بعض، هنتكلم مع بعض بالراحة، هنتكلم مع بعض ايه بالراحة دلوقتي. البوست اهو حاجة هنا، اوريك هنا الموضوع هيمشي ازاي. عندنا هنا بوست اهو. البوست ده مش ممكن اسلام يعمل لايك؟ ايوه. وممكن احمد يعمل لايك؟ ايوه برضه. وممكن كذا واحد يعملوا لايك؟ ايوه. اذا العلاقه بين البوست، لو انا عندي بوست اهو، بوست، او خلينا ايه نقول اليوزر الاول والبوست، بوست بعيد عن اللايكس، خلينا نرجع ايه خطوه لورا، معلش، بعيد عن اللايكس، خلينا نتكلم اسلام. اسلام كيوزر، مش اسلام ممكن يكريت بوست؟ ايوه. وممكن يكريت كمان بوست؟ ايوه. وممكن يكريت كمان بوست؟ ايوه. حلو، اذا اول علاقه لقيناها العلاقه بين اليوزر اللي هو اسلام ممكن يكريت اكتر من بوست، بواحد، باتنين، بثلاثة. في مشكلة؟ ما أعتقدش إن في أي مشكلة لغاية دلوقتي. إذا العلاقة بين اليوزر والبوست 1، أو يوزر 1، واحد يوزر لأكتر لمن؟ أكتر من بوست. نيجي نطبقها، نيجي نطبقها أهو. إذا ما بين اليوزر والبوست، إذا البوست واليوزر، العلاقة بين اليوزر للبوست وان تو ميني، يعني اليوزر ممكن يكريت اكتر
من بوست اهو. صح ولا غلط؟ صح ولا انا بألف؟ ما بتألفش يا باشا. حلو، نيجي بقى العكس. عندي البوست ليه كام يوزر؟ ليه يوزر واحد، لان البوست اللي هيكريته هو يوزر واحد مش اكتر من يوزر. هل شفت بوست خمسة يوزر بيكريتوا بوست واحد؟ لا طبعا. اذا العلاقة بين العكس بقى، بين البوست لليوزر 1 تو 1، واحد لواحد لواحد، بوست ليوزر. فنروح عند البوست نقول البوست ده بيكون ليه يوزر واحد. حلو، ادي اول حاجه خلصنا منها، الا وهي البوست مع اليوزر. حلو قوي، نيجي نخش على مين؟ نيجي نخش على اللايك. وركز معايا، ركز معايا كويس جدا. اللايك بتحط على ايه؟ اللايك بتنحط على البوست، صح ولا غلط؟ صح. اذا نيجي نشوف كده، لو انا عندي ايه، عندي بوست اهو. حلو، ده بوست وده يوزر، او بلاش ايه، ده بوست اهو تمام وده يوزر. اذا اليوزر يقدر يحط لايك، ده يوزر واحد، ويوزر اتنين ممكن يحط لايك. تمام، خلينا نتكلم ما بين البوست واللايكس. تمام، مش البوست بيكون عليه اكتر من لايك؟ ايوه. اذا البوست لللايك هيكون ايه؟ البوست الواحد ممكن يكون عليه اكتر من لايك، ده حاجه بنشوفها في الفيسبوك عادي خالص. يبقى العلاقه ايه؟ 1 تو ميني، ان البوست ليه مجموعه لايكات اهو. هروح اقول للبوست يا عم ليه ليست من اللايك. حلو، حلو قوي، مفيش مشكله. طب العكس، اللايك الواحد مش ليه اهو، اللايك الواحد لو انت معاك لايك، مش اللايك ده بيتحط على بوست واحد اللي هو البوست الواحد اللي انت ايه عملت عليه لايك؟ يعني انت دلوقتي عندك بوست اهو عملت عليه لايك، خلاص يبقى اللايك ده بتاع البوست ده. اذا 1 تو 1، موضوع ما فيهوش صعوبه، موضوع مجرد انك بتتخيل. اذا اللايك ليه بوست، بوست ايه؟ بوست واحد. حلو، نيجي هنا نقف وقفه صغيره، نشوف بقى اللايك واليوزر. انت دلوقتي عندك، دلوقتي حضرتك عندك يوزر اهو، عندك ايه؟ عندك يوزر اهو. مش اليوزر ده مسموح له عنده في الابليكيشن يعمل لايكات كتيره على اكتر من بوست ولا على بوست واحد؟ لا، اي بوست قدامك ممكن تعمل عليه لايك، صح ولا غلط؟ صح. اذا اليوزر ممكن يعمل اكتر من لايك، اذا اليوزر ليها مجموعه لايكس. اذا العلاقه بين اليوزر واللايك 1 كومنت. والله ما بحفظ، انا بشوف الايه ده ليه ايه، ومن غير ما اشرح لك هتروح تقول ايه اليوزر، اليوزر واللايك، هل اليوزر هيعمل كام لايك؟ لايك واحد ولا ليه اكتر من لايك يعمل على اي بوست؟ ليه مجموعه لايكات؟ اذا ليها ليست اوف اللايك، صح ولا غلط؟ صح الكلام. حلو، طب نرجع بقى ايه العكس، احنا قلنا اليوزر واللايك 1 تو ميني. تمام، اللايك مع اليوزر، ركز معايا، اللايك الواحد ليوزر واحد برضه، اذا اللايك ليوزر واحد اهو. فحاجه هنا اقول له ايه، اللايك بيكون ليه يوزر واحد. لو حطيت مثلا هنا لايك واحد يوزر واحد عمل، تمام، وهكذا. اذا اللايك بيكون ليوزر واحد، لكن اليوزر ليه مجموعه لايك. حلو الكلام، نيجي على الكومنت. الكومنت هتكون نفس اللايك، الكومنت هي نفس فكره اللايك. تمام، البوست هنيجي الاول، البوست والكومنت. البوست مش ممكن يكون عليه اكتر من كومنت، يعني لسه من الكومنت، يبقى الليست البوست هيكون عليه ليست من الكومنت. علاقه
وان تومن وان بوست ليه لسه من الكومنت. طيب الكومنت الواحد هيكون بتاع بوست، ولو اسلام كاتب مثلا ايه كومنت على صوره إيه وليكن منور، كاتب على بوست معين، اذا الكومنت ده بتاع بوست معين اللي هو البوست، ما فيش مشكله. الكومنت بيتحط على بوست، لكن البوست ليه اكتر من كومنت. تمام، نيجي على الكومنت واليوزر. اليوزر مش اليوزر يقدر يعمل اكتر من كومنت، ايوه زي اللايك بالظبط، اليوزر كان بيعمل اكتر من لايك. فهنروح على اليوزر، ركز معايا، هنروح على اليوزر ونقول اليوزر ليه ليست من الكومنت. تمام، والكومنت الكومنت الواحد ليوزر واحد اهو، يوزر واحد عامله زي اللايك بالظبط اهو. اذا اليوزر ليها ليست من اللايك وليست من الكومنت. فعلا اليوزر ممكن يكتب اكتر من لايك، يعمل اكتر من لايك ويكتب اكتر من كومنت، فعشان كده ليست. لكن اللايك الواحد، اللايك الواحد ليه بوست واحد وليوزر واحد. الكومنت الواحد ليه، الكومنت الواحد ليه بوست واحد ويوزر واحد، صح الكلام منطقي. الكومنت لما يكتب اكيد بيكون ليه بوست واحد ويوزر واحد، اليوزر اللي كتب الايه الكومنت والبوست اللي مكتوب عليه، اذا الكلام منطقي. اذا دي تاني ستيب، تاني ستيب، ستيب جميله وبسيطه وكويسه ما فيهاش اي مشاكل خالص. ان شاء الله المره الجايه نبدا نعمل امبلمنتيشن. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.